Ahora tenés otro, mirá. Es que tiene otro pepe. Muy bonito. Ese hermano, ¿tú? ¿Cuál? Gracias. Muy bonito los dos. زي ما اتكلمنا قبل كده يا صاحبي عن الكلاب، شعوب امريكا الجنوبيه وشعوب دول اوروبا بيعشقوا حاجه اسمها الكلب. يعني في كل بيت تلاقي كلب او اتنين او تلاته، وبيكون فرد من افراد الاسره. بمعنى ان الكلب ما بياكلش اكل عادي من البيت، لا، بيشتروا له اكل من المحلات والمطاعم. وبرضه لو الكلب تعب يروح للدكتور يا صاحبي. احنا عندنا في الدين الاسلامي حرم الكلب، يعني حرم الكلب يدخل البيت. الكلب اصلا للحراسه، لحراسة الغنم والحقل في الأرض يعني، وأيضا لحراسة المنازل. ولكن ممنوع الكلب يدخل المنزل، لأن الكلب نجس واللعاب بتاعه نجس. ولكن في دول أمريكا الجنوبية الوضع مختلف نهائيا، الكلب بيخش البيت وبيكون فرد من أفراد. يا صاحبي من شدة حبهم للكلاب الكلب قاعد على الكرسي، كرسي مخصوص له زي ما انت شايف قدامك اهو، وبياكل، وممكن ياكل من الطبق كمان عادي، مفيش اي مشكلة. تربية الكلاب في المنازل شيء أساسي يا صاحبي، ويروح معاهم. يعني لو طلعوا بره ياكلوا في مطعم ياخدوا الكلب معاهم زي ما انت شايف قدامك اهو عادي، ولو راحوا كافيه ياخدوا الكلب معاهم ويدخل عادي جوه الكافيه اهو زي ما انت شايفه. شايف قاعد على الطاوله اهوت وبياكل. بيحبوا الكلاب يا صاحبي، بيحبوا الكلاب، بيشتروا له اكل من المطاعم عادي مفيش اي مشكله. زي ما انت شايف قاعد على الترابيزه قدامك اهو. كيف بس بني بني اخا بني برا ده تربية الكلاب في دول أوروبا وأمريكا الجنوبية مختلفة جدا يا جماعة عن تربية الكلاب في الدول العربية. الدين الإسلامي نهانا عن تربية الكلاب، مش أي كلاب تربيه، بمعنى صح كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية. ولكن غير كده يعني دخول الكلاب داخل المنزل بيطرد الملائكة من البيت يا جماعة. يعني دخول الكلاب وتربية الكلاب داخل المنازل بيؤدي إلى عدم دخول الملائكة داخل المنزل. صلى الله عليه وسلم بيقول لك فيما معناه، يعني انا مش فاكر الحديث بالظبط، اللي يربي كلب غير كلب الحراسه وكلب الصيد وكلب الزرع نقص من اجره. في كل بيت تلاقي كلب او اثنين او ثلاثه. العادات والتقاليد مختلفه يا جماعه، هنا في كل بيت تلاقي كلب او اثنين او ثلاثه.
Quieta, Suki, quieta. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Porque es celosa. Ah. Va. Gracias. Aquí con miedo sale muy fea. Cara con la cara. Tienes miedo. ¿Cuántos años es ese? Tiene cuatro. Ah, 4 años. Sí, 4 años de miedosa. Pero gordito.